سجلت مملكه البحرين انخفاضا ملحوظا في اعداد الحالات اليوميه القائمه بفيروس كورونا. نعم، حيث اعلنت وزاره الصحه في اخر احصائيه لها تسجيل 425 حاله قائمه جديده ليصل العدد الاجمالي للحالات القائمه الى 4914 حاله، منها 11 حاله تتلقى العلاج في المستشفى وثلاث حالات في وحده العنايه القصوى. هذا ولم يتم تسجيل اي حالة وفاة خلال اليوم كما اعلنت وزارة الصحه تعافي 614 حالة اضافيه